Hallo Marokko. Salam alaikum Marokko Germany. الحمد لله كاين واحد البادره من واحد الجمعيه سميتها دايزين كيعملوا هنايا الطلبه اللي جايين المغرب وما عندهمش فين يباتوا ولا شي. وانا مدير المبيعات بالنسبه لفرنسا المانيا بلجيكا هولندا والمغرب. واحد مغربون عاش المغرب وعاش الغربه. وانا داك الحلم ديال الغربه من الصغر ويعني كتسمع الدراري الحومه ديك كنطلعوا للسيني خصك تطلع غتغنقوشي ديك الدراري اللي كيعاودوا عندكم بالحديد راه ما كاين والو كاين كلشي عايش بالترامات كلشي عايش بالحرام كلشي عايش بالكريدي هنا فهمت المانيا هنا جبرتي مشاكل والحبس حتى اللي جبرت يعني في المغرب بقات مشاكل حتى اللي جبرت شوف المشاكل راهم في عذاب اسود انا عندي في الدار 11 واحد دابا جيت واحد ورايح الى الاخرين عايشين معاهم ازون نوريكم حتى ازو كيفاش عامله شنو هي الازون لازم نشرحنا شنو هي ازون جينا جوعنا معاهم حيت ما عندنا شي الورق عندي علاش كتحشم رساله الشباب اللي كاين في المغرب الدراري عندكم ديالكم اوروبا اللي ما نعرفوش الجنه مغربي في الغربه غريب ديما نمو تقريب حنايا ما محسوبين شي غيمه حتى شي تشوفوا فينا عينا ما كنهضروا حتى واحد مداها فينا كتكذبوا علينا في التلفازه غمقتوا علينا انا كنبكي غير